اخوانا مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. مرحبا بكم معنا، نتمنى انكم دائما تكونوا بخير وعلى خير. افصح جيده خط احبابنا، اليوم جبنا لكم واحد لابارتومون، مساحه ديالها مطلوبه بزاف، وكذلك الموقع ديالها خوتنا احبابنا مطلوب لانه جا في القلب خوتنا احبابنا ديال مدينه تماره، الموقع استراتيجي فينيسيوس بيول، والثمن ان شاء الله في المتناول. هذا الموقع هذا زوين بزاف، والمساحات المتوسطه والمساحات الصغيره قليله فيه. غنعطيكم جميع التفاصيل على هذه الشقه هذه الجميله والمتميزه. الموقع ديالها كيف ما كنقول قريب بزاف، جا قريب على شارع الحسن الثاني، جا في السونتر مدينه تماره، قريب الماكدو، قريب للريزيدونس الاوائل، يعني موقع حدا العماله، يعني في السونتر تماره، في القلب مدينه تماره، قريب لك المرافق كامله اللي يمكن لك تحتاجها في الحياه اليوميه ديالك. عندنا خوتنا احبابنا المدخل الرئيسي هو هذا، ملي كندخلوا على هذا لابارتومون هذه كنلقاو قدامنا هذا الصالون هذا، واخا الصالون ديالنا هو هذا. وبطبيعه الحال اللي بغى يدير اي زياره يجي يشوف هذا العقار مباشره، يتصل بينا وحنا نجيبوه حتى لهذه الشقه هذه الجميله. هانتوما سيدنا المشاهدين، لا فصاد شماليه، الغموريه بصفه نهائيه ما كايناش، جات في الطابق الثالث، عندها قام الشمس، عندها جوج ديال الغرف صالون وجوج ديال الحمامات والطبخ. وكيف ما قلت اللي بغى يدير زياره لهاد الشقه يتصل بينا، نحن راه على الاشاره. مساحه 62 متر، عندنا لاكويزين ديالنا هي هادي، انتم السادة المشاهدين، لاكويزين راه بالبيوندري ديالها، الدار زويونه في الطابق الثالث، مع وجود مصعد راه عندنا الاسانسور خوتنا احبابنا. واهم حاجه هو الموقع قريب لنا المرافق كامله، راه حنا في السونتر تماره، قرب الماكدو، قرب كذلك المرجان ماركت، يعني حنا راه في القلب ديال مدينه تماره في شارع الحسن الثاني، وقرب حتى لاكار خوتنا احبابنا، قرب حتى لاكار، يعني قرب المرافق كامله. واهم حاجه اللي كيسالوا على الناس هي المواصلات، هذا العقار هذا راه قرب المرافق كامله، واهم حاجه كيف ما كنقولوا هي المواصلات. عندنا الطواليت عزكم الله هي هذه، جلسه طالعه عندنا حتى البلافون، بطبيعه الحال عندنا لاكين زوين، هاد الدار نقيه دوزيام، ولكن فني هنا ما فيها ان شاء الله ما تضيفوا حتى اضافه. الدار نقيه متولة، هانتوما الحمام بوحدو، عندنا طواليت بوحدها والحمام بوحدو، هذه مساله مهمه. عندنا جوج ديال الغرف ديالنا، الغرف ديالنا مزوينين هانتوما كيف ما كتشوفوا، الغرفه ديالنا الاولى مربعه زوينه. الثمن خوتنا احبابنا 62 مليون، والثمن راه قابل للنقاش، هذه دوات الكتريك، الثمن 62 مليون والثمن قابل للنقاش. موقع فيه مساحات كبار، في هذا الموقع هذا كاين المساحات اكثر من 100 متر، الاغلبيه كتلقاو في ريزيدونس هكا، المساحات الصغار نادره ونادره جدا. دابا راه جبنا لكم هذه الشقه هذه الجميله، المساحه ديالها 62 متر والثمن ديالها 62 مليون، والثمن ان شاء الله قابل للنقاش بعض الشيء، شي شويه المليحه هكا، كنحاول اننا نقصوا لكم شويه في الاثمنه، وكنحاول اننا نتواصلوا مع اصحاب العقار باش كنجيب لكم الاثمنه كتكون شويه مزيانه، وكتكون شويه مقدور عليها. الثمن ديال 62 مليون، الا تبعت هذا الابارتمون 62 مليون راه الثمن زوين، لانها قريبه للمرافق كامله، ولكن حتى 62 مليون ان شاء الله نقصوا منها شي شويه بطبيعه الحال في حدود المعقول. دار لا دار، هذا هو العقار ديالهم اللي نتمنى ان شاء الله انه ينال اعجابكم. موقع مدينه تماره، السونتر مدينه تماره، قرب من المرافق كامله، المرافق عموميه وخصوصيه، عندنا محلات تجاريه، عندنا هذه المدارس عموميه خصوصيه، والمواصلات من مجمع المرافق راه قريبه لنا. وبطبيعه الحال كيف ما قلت اللي بغى يدير زياره يتصل بنا. الطابق الثالث، اربعه ديال ليزابارتمون في ليطاج، عندنا لاسانسور. الله يحفظكم خوتنا احبابنا، وين نجيكم. السلام عليكم ورحمه الله.